صباح الخير يا هايدي. يسعد صباحك يا رشا. كيفك؟ تمام. انت كيفك؟ تمام الحمد لله يا رب. دائما تكوني بخير يا هايدي انت وعائلتك وكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. صباح الخير لكم مشاهدي الأخبارية السورية، يوم جديد وبداية أسبوع جديدة وكل البدايات بحياتنا. بنتمنى دائما تحمل لنا كل الخير والصحة وجبران الخاطر، وبكرة يكون تعويضي لكل شيء مرق بحياتنا. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعادة ضيوفنا من مجالات مختلفة، وأكيد حنكون عنا تقارير من محافظاتنا السورية. صباحكم خير يا رب، يكون مليء بالصحة السعادة وأكيد الرزق الكريمة. أكيد أمين يا رب. أكيد مشاهدينا بتصبح عليكم، صباح الخير لكل حدا عم يتابعنا بيوم جديد وصباح جديد، وأكيد يا رب بهيدا اليوم وبالأيام القادمة بتحملكم كل الشغلات يلي بتتمنوها، بتحملكم كل الخير والصحة. صباحكم رضا، صباحكم أمل وراحة بال. وأكيد مشاهدينا مثل العادة ساعة ونص من الوقت بالعديد من الفقرات والمتنوعة، وأكيد رح نعرف كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظتنا السورية وباقة من التقارير أيضا. ولكن مثل العادة خلونا نروح سوا لفاصل صغير ونرجع لنبلش أولى فقرات صباحنا غير لليوم. خلونا نروح بذاكرة الصباح ونشوف أهم التواريخ يلي تسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم 20 نيسان، بمثل هاليوم صار كتير من الأحداث. قراءة سريعة على ذاكرة هاليوم. في عام 1901 افتتاح أول جامعة نسائية في اليابان، وفي عام 1929 إنشاء جهاز البوليس الدولي الانتربول، وفي عام 1972 المكوك الفضائي أبولو 16 يهبط على سطح القمر، وفي عام 2009 انعقد مؤتمر ديربان الاستعراضي في جنيف بسويسرا والذي نظمته الأمم المتحدة بهدف مناهضة العنصرية. ومن الشخصيات يلي شكل 20 نيسان تاريخ ولادته، في عام 1808 نابليون الثالث أول رئيس للجمهورية الفرنسية وثاني إمبراطور لفرنسا، وفي عام 1927 كارل مولر عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1987. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1472 ليون باتيستا ألبرتي، مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي. وفي عام 2015 إبراهيم يسري، ممثل مصري. وأكيد مشاهدينا من روزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم ومجموعة من المعلومات اللي عم تكون موجودة دائما بكل صباحاتنا، خلونا نتعرف عليها سوا وراجعين. كثير من الأشخاص بيرفضوا يكون الحليب جزء من نظامهم الغذائي، لكن هل تعلم بأنه شرب كأس من الحليب يومياً خلال فترة الصبح تحميك من الإصابة بالكساح كما تقي من هشاشة العظام؟ وهل تعلم بأنه السالمون غذاء ممتاز لتحسين الحالة المزاجية إضافة إلى أنه مصدر غني بالأوميغا 3؟ وهل تعلم بأنه الجزر يعتبر حل بديل لكبسولات الفيتامين A؟ وهل تعلم أيضاً بأن تناول الأناناس بقوي المناعة وبيساهم في الحفاظ على صحة الفم ويقي من أمراض اللثة؟ وأخيراً لكل حدا بيعتمد على الكابتشينو كمشروب صباحي يومي، هل تعلم بأنه كوب واحد بيحتوي على 570 سعرة حرارية تقريباً، وهو رقم بيتعدى عدد السعرات الحرارية في وجبة كاملة؟
أما هلأ حنروح لأولى تقاريرنا ضمن صباحنا لليوم، وبمشاركة 100 طالب وطالبة من مرحلة التعليم الأساسي وبالتزامن مع عيد الجلاء، أقامت مدرسة بني تغلب الأولى التابعة لمطرانية حلب عرضا مسرحيا شارك فيه مجموعة من الطلاب الموهوبين. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. شاركت 100 طالب وطالبة من مرحلة التعليم الأساسي وبالتزامن مع عيد الجلاء، أقامت مدرسة بني تغلب الأولى التابعة لمطرانية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس عرضا مسرحيا شارك فيه مجموعة من الطلاب الموهوبين. هدية من أطفال مدرسة بني تغلب الأولى التابعة لمطرانيتنا السريان الأرثوذكسية بحلب لكل أبناء سوريا بهالمناسبة العظيمة عيد الجلاء، بهاليوم الممجد منعبر عن انتمائنا، عن محبتنا لبلدنا، عن تقديرنا وتكريمنا لتضحيات جيشنا العربي السوري وقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها سيادة الدكتور بشار الأسد. هذا اليوم عظيم بتاريخ سوريا، وإن شاء الله اليوم بهالفعالية بنرجع بنحيي تذكاره، إضافة لتزامنه مع مناسبات كنسية هامة بالنسبة لكنيستنا السريانية بحلب، يلي هي مرور 100 عام على تشييد كادرائية معرف رام السرياني بسليمانية وهجرة أبناء شعبنا السرياني من مدينة الرها إلى مدينة حلب. خرجت أجيال كثيرة من هذه المدرسة، تخرج بمختلف اختصاصاتهم من أطباء ومهندسين ومختلف الاختصاصات، ولنا الفخر في ذلك، وما زالت على نفس الخطى سائرة من التقدم والتطور وخاصة في سنواتنا الأخيرة. العرض تضمن فقرات العزف والغناء والرقص والتمثيل تحت عنوان شمس السريان على مر الزمن، وذلك على خشبة مسرح نقابة الفنانين بحلب. دائما الأطفال شو ما قدموا بيكون فيهم روح حلوة، روح المستقبل، روح الأمل، روح الحياة، ودائما بيذكرونا بأشياء نحن كتير نسيانينا. الأطفال لما بيقدموا من كل قلبهم ومن براءتهم، بيقدموا كل شيء بيصل لإلنا بشكل صحيح. فعالية بتدل على مدى نضج الأطفال وكمان على مدى نضج الإدارة والمسؤولين عن هالأطفال. بدرة كويسة كتير أول مرة نحن يعني نحضر هيك احتفال، وبيعبر هذا كمان اهتمامه بالطفل واهتمامه يعني بمختلف الفئات. عمل يأتي تأكيدا على استمرار الشعب السوري في تمسكه بالحياة من جيل لآخر، ويعكس القيم والمبادئ الوطنية والإنسانية التي تنشأ عليها الأجيال. أفكار هادفة وضعتها مدرسة بني تغلب بين يدي أبنائها لتكون رسالة سامية مع مرور 100 عام على تشييد كاتدرائية معرف رام السرياني. وليد هناج، الإخبارية السورية، حلب. أكيد صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وأجمل وأحلى فرحة عند كل عائلة وكل زوجين هن قدوم طفل جديد بينور بيتهم وحياتهم، ولكن للأسف ممكن الأم الحامل تخسر هيدا الطفل وهي الفرحة تصير لحزن كبير. اليوم مشاهدينا موضوعنا الطبي كتير مهم، عم نحكي عن الإجهاض التلقائي وقديه هو مهم اليوم يا رشا، ولازم كل مرأة حامل اليوم يكون في عندها وعي أكثر بالموضوع كرمال تكتمل مرحلة الحمل بشكل طبيعي. أكيد هادي مثل ما قلتي هي فرحة أي اثنين، يعني أنه يكلل هذا الحب والزواج بالطفل اللي هي نعمة الرب لأنه، ولكن حالات كتير من الإسقاطات ممكن تصير عند المرأة، وطبيا معروفة أنه هي عدم نمو الجنين بشكل طبيعي. اليوم ضمن فقرتنا رح نتعرف على أهم الأسباب، وهل اليوم وقائيا قادرة المرأة أنه يكون في مؤشرات تشير أنه الحمل ما نو بخير؟ مهم أسباب كتير حيخبرنا عنها دكتورنا لليوم، وأكيد حنحكي بالأعراض والعلاج مع ضيفنا لليوم وهو الدكتور رفائيل عطالله أخصائي بالأمراض النسائية والتوليد. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا هيك عم نحكي عن موضوع كتير حساس اليوم للمرأة الحامل والجنين، خلينا نتعرف نحن والمشاهدين شو نقصد بالإجهاض، هل هو في له أنواع معينة أو أسباب معينة؟ خلينا نوضح أكثر. طبعا كلمة الإجهاض هي تعني أنه حدوث فقدان لمحصول الحمل، خلينا نقول قبل الأسبوع 20 من الحمل، لأنه بس تجاوزنا الأسبوع 20 من الحمل معناتها صار اسمه ولادة باكرة، فلذلك نحن كلمة الإجهاض
هي حدوث فقدان لمحصول الحمل قبل الأسبوع 20 من الحمل. هلا بداية لازم نعرف أنه تقريبا 15-20% من كل الحمول يحدث فيها إجهاض، وهذا الرقم ما هو رقم قليل، يعني تقريبا 15-20%، يعني كل 5 سيدات حوامل راح يصير عندهم واحدة منهم راح يصير عندها إجهاض. فلذلك نحن لازم تكون معظم النساء على بينة أنه بهذه الأرقام، لأنه ممكن كثير من النساء بس يصير عندهم إجهاض لمرة واحدة ممكن تقوم الدنيا بتقعد، يعني تبلش تبحث عن الأسباب، تبلش تبحث عن التحاليل، شو لازم ساوي وشو لازم أخذ مشان ما تتكرر، وقصص كثيرة. وبالإضافة إلى كثير من الحالات اللي ممكن المحيط خلينا نقول يعطي أفكار خاطئة عن هذا الموضوع. هو الموضوع كله فقط هو دعم نفسي، وفقط لازم تكون السيدة على دراية بأنه في نسبة كبيرة من الحمول تقريبا عم تصير فيها إجهاض. هلا ليش عم يصير إجهاض؟ في له أسباب كثيرة، يعني أسباب قد تكون لها علاقة بالجنين نفسه، أسباب قد تكون لها علاقة بالأم، وفي أسباب قليلة قد يكون الأب له دور بهذا الموضوع. هلا غالبا 60-65% من الأسباب الإجهاض تكون متعلقة بالجنين نفسه، و يعني أنا بدي وصل لفكرة إنه الحمل اللي كويس غالبا بيكمل ولو شو ما عملت هاي السيدة، والحمل السيء غالبا بيصير فيه إجهاض ولو كانت متسطحة بالسرير وما عم تتحرك يعني. فلذلك الحمل السيء القصد فيه إنه أنا عندي صار في عندي إلقاح النطفة البيضاء، صار عندي صبغيات معينة، صار في خلل في انقسام الصبغيات، هدول الله سبحانه بيعمل نوع من الفلترة. يعني نحن لو ما في عنا في إجهاض بالحمول ونسبة 15-20% من الحمول، كنا شفنا بالشارع نسبة كبيرة من التشوهات ومن الإعاقات. فلذلك خلينا نقول النسبة العظمى من الإجهاضات التي تحدث فغالبا بتكون بسبب وجود خلل في تطور هذا الجنين، وهي أنا برأيي هي نعمة الله أعطيها للحمل، مشان خلينا نقول ما بدنا نوصل لمرحلة في عنا إعاقات كثيرة وعنا تشوهات كثيرة موجودة ضمن حياتنا اليوم. طيب دكتور، حضرتك ذكرت أسباب عامة لموضوع الإجهاض عند المرأة، واليوم في أنواع أيضا للإجهاض. هل اليوم الأنواع عم تتعلق عم يكون السبب واحد؟ فينا اليوم نحن نعمم جميع الأسباب اللي ذكرتها على أنواع الإجهاض، أو لكل حالة سبب معين؟ في حالات متعددة، أنا ذكرت بالبداية الأسباب اللي تتعلق بالجنين، يكون في مشكلة بالجنين نفسه. في أسباب قد تتعلق بالأم، يعني مثلا خلينا نقول احد اهم الاسباب هو وجود خلينا نقول الورم الليفي، او وجود عده اورام ليفيه ضمن الرحم، وخاصه اذا كانت في اماكن ضمن تجويف الرحم هي ممكن تعمل اجهاض. في اسباب ثانيه خلينا نقول اذا كان في عندي مثلا شذوذ بالرحم، يعني مثلا في عندي رحم ذات الحجاب، كمان هي الرحم ذات الحجاب ممكن تعمل اجهاض. هي اسباب خلينا نقول لها علاقه بالأم. خلينا نقول ممكن التهابات بطانة الرحم كمان ممكن تعمل إجهاض. هلا بالنسبة للرحم وكذا، كمان في من الأفكار الخاطئة إنه انقلاب الرحم، وهذا كثير شائع عند النساء ودائما بيحكوا فيه، وللأسف في كثير من الأطباء كمان بيدرجوا هاي الفكرة إنه بيصوروا بالإيكو الرحم مقلوبة، تمام، وتبلش الأفكار والوساوس عند هاي السيدة انه الرحم المقلوبه معناتها هي سبب الاجهاض، الرحم المقلوبه هي سبب. شو معناتها من المصطلح الطبي دكتور؟ هلا المصطلح دائما الرحم بيكون بشكل اعتيادي ذو انقلاب امامي، تمام. هلا في نسبه ممكن 20-25% او اقل شوي بتكون الرحم ذات انقلاب خلفي، وما الى اي مدلولات مرضيه الا بحالات قليله كثير، وهذا الشيء ممكن يكون بشكل روتيني عفوي. لذلك حتى الأطباء للأسف أنه عم يدرجوا هاي الفكرة. أنا وقت عم صور بالإيكو وبشوف رحم ذات انقلاب خلفي، ما عندي أي مشكلة وما عندي أي سبب وما في أي مشكلة معينة، أنا ما في داعي أخبر هاي السيدة بموضوع الانقلاب الخلفي، تعمل لها هاجس، لأنه ممكن يعمل لها هاجس صحيح. فلذلك هاي من الأسباب اللي كنت عم بحكيها أنا اللي ممكن يكون لها علاقة بالأم. وفي أسباب كمان
إلى علاقة بالأب تؤدي إلى الإجهاض، قد تكون أسباب قليلة إلى علاقة خلينا نقول بالموضوع المادة الوراثية الموجودة بالنطفة بتكسير المادة الوراثية، شغلات دقيقة جدا قد يكون الأب له دور في بالإجهاض. ولكن إذا أخذنا الأسباب الرئيسية تتعلق غالبا بالجنين، ومثل ما ذكرت بيكون في خلل بانقسام الصبغيات. وبرجع بأكد على شغلة واحدة، الإجهاض فيني أقول في معظم حالاته هو نعمة، لأنه نحن عم معظم حالات الإجهاض عم تكون على أجنة ذات صبغيات فيها مشكلة، لذلك هي نعمة وما لازم أي سيدة تكون متضايقة وقت يكون في يصير إجهاض، لأنه غالبا أنه نحن يكون خلصنا من جنين في مشكلة معينة ممكن يعمل إعاقة بالمستقبل. طيب دكتور، يعني من الأسباب، خلينا ننتقل مباشرة للأعراض، شو هي الأعراض أو الدلالات أو الإشارات يلي بتدل السيدة الحامل اليوم أنه في عندها مشكلة ممكن تؤدي للإجهاض؟ خلينا نوعي أكثر بهذا الموضوع. هلا بالثلث الأول من الحمل غالبا النزف أو التمشيح الدم اللي بيكون بالثلث الأول من الحمل هو أهم الأعراض اللي ممكن تعطي فكرة أنه ممكن، طبعا هو وجود دم بالثلث الأول من الحمل مع جنين مع نبضان، نحن بنسمي هاي الحالة هي تهديد للإجهاض. تمام؟ هلا الإجهاض شو هو؟ معناتها فقدنا نحن محصول الحمل، معناتها صار في عندي نزف، زاد هذا النزف اللي عم يكون تهديد بالإسقاط، زاد لمرحلة لخسارات كبيرة، وبلش يصير في عندي إجهاض. الإجهاض له نوعين، إجهاض ناقص وإجهاض تام. الإجهاض الناقص هو عم ينزل الجنين وممكن ينزل جزء من المشيمة، بيضل في بقايا معينة بنسميها إجهاض ناقص. في عنا إجهاض تام هو وقت يكون عندي خروج لمحصول الحمل بشكل كامل، إن كان الجنين أو حتى المشيمة معه كمان بيخرجوا بشكل كامل من الرحم. طيب دكتور، اليوم خلينا نحكي بموضوع الامرأة اللي عندها حمل وتم يعني الإسقاط ورجع صار عندها حمل ثاني، هل اليوم هي قادرة تعمل تحاليل، تعمل صور تتأكد انه اليوم في سلامة للحمل او ممكن ما تتعرض لهذا الإسقاط مرة ثانية؟ هلا انا بس رح اعطي رقم، يعني انا السيدة الذي حدث عندها إجهاض لمرة واحدة احتمال الحمل الثاني بيكمل وما يكون في اي مشكله هو 90%. فلذلك فقط 10% ممكن تتكرر الحاله عنده. هلا ممكن اعمل تحاليل؟ انا عم بحكي بشكل علمي ما في داعي لاي تحاليل، لانه انا عم بحكي 90% راح يكمل الحمل بشكل نظامي. هلا اذا سيدي عندها اجهاض لمرتين احتمال الحمل الثالث يكمل بشكل نظامي هو 70%. كمان هو رقم عالي كثير. هلا اذا كان عندي اجهاض 3 مرات احتمال يكمل الحمل بشكل نظامي هو 50%. معناتها نحن عم نحكي عن إجهاض لمرة واحدة، معناتها أنا احتمال يكمل الحمل بشكل سليم هو 90%. فلذلك الأهم شغلة بهي الحالة هو الدعم، شرح الحالة بشكل جيد حتى تكون السيدة على بينة وعلى دراية كيف التطور رح يكون. ما في داعي لأي تحاليل ممكن تجرى. هلأ ليش ما في داعي؟ لأنه حتى لو عملنا هاي التحاليل، نعم، النسبة العظمى من هاي التحاليل ما رح تعطيني سبب معين لهذا الإجهاض. فلذلك أنا برأيي موضوع التوعية والتثقيف الطبي، زيادة ثقافة النساء الطبية حول موضوع الإجهاض هو الأهم في هذه الحالة. طيب دكتور، في أمراض مزمنة ممكن تسبب هاي الحالة عند السيدات أو تسبب خطر على الحمل، من كان سكري أو أمراض الغدة الدرقية، خلينا نوضح حقيقة هيدا الأمراض. حتما الأمراض المزمنة تؤدي إلى حدوث الإجهاض، أو خلينا نقول بشكل علمي تزيد من نسبة حدوث الإجهاض. سكري على رأسهم، أمراض الغدة الدرقية، أمراض المناعة الذاتية. أمراض المناعة الذاتية هي شغلة مهمة كتير، وخاصة إلى علاقة بموضوع الأضداد اللي موجودة بالجسم. الأضداد قد تهاجم هذا الجنين أو قد تؤدي إلى تشكيل خسارات تؤدي إلى نقص التروية لهذا الجنين ويؤدي إلى الإجهاض. هلأ من أهم الحالات في متلازمة تدعم متلازمة أضداد الفوسفوليبيد، هي بتعمل أضداد معينة ضد الجنين وبتعمل خسارات، فلذلك هي المتلازمة مهمة. بس هي الأمراض المزمنة وهي المتلازمات وهي القصص كلها نحن ما بنبحث عنها بشكل كامل إلا إذا صار عندي 3 إجهاضات أو أكثر. قبل 3 إجهاضات ما نفكر أبدا نهائيا بالموضوع. هلأ أنا بين الشغلات المزمنة اللي عم تنحكى لازم ركز على موضوع الوزن الزائد.
كثير من السيدات بيكون وزنهم زائد وقت يبلش الحمل، او خلينا نقول وزنهم فوق المعدل الطبيعي عند حدوث الحمل. حدوث وجود الوزن الزائد يؤدي الى وجود اكسده زائده. هاي الاكسده بتزيد من موضوع الاجهاض، فلذلك موضوع الوزن الزائد هي فكره، موضوع كسب الوزن الزائد خلال الحمل كمان فكره ثانيه ممكن تزيد من معدلات الاجهاض، وهي شغلات اللي كثير من السيدات ما بيفكروا فيها نهائيا، خاصه نحن وقت نحكي بفكره التخطيط للحمل في كثير من السيدات وزنهم فوق المعدل وما بيفكروا نهائيا بينزلوا وزنهم، بينزلوا الوزن قبل الدخول للحمل، لانه هذا بيخفف كثير من معدلات حدوث الاجهاض عند هدول السيدات. طيب دكتور، اليوم كل مرض يعني نحن بنعرفه له طرق للعلاج، هل اليوم الاجهاض عند السيده ممكن اليوم الدكتور يروح معه برحله علاجيه حسب نوعه؟ اكيد. هلا برجع باكد على شغله، انا حكيت عم بحكي على اجهاض لمره واحده، لا يحتاج لعلاج، لا يحتاج الا لدعم لهذه السيده. هلا نحن بنسمع كثير على المثبتات، نعم. نادرا ما تكون هذه المثبتات للحمل هي المنقذ لهذا الحمل. هلا ممكن تقولي لي والله في وحده اخذت وصار اسقاط، صح، وصار اسقاط، او اخذت وكمل الحمل. هلا اذا اخذت وكمل الحمل هذا لا يعني انه هذا المثبت هو اللي خلى هذا الحمل يكمل بشكل، ممكن اذا ما اخذت شيء راح يكمل. لذلك فكره المثبتات كمان، وكمان خلينا نقول الوصفات الكثيره اللي تخرج من الاطباء حول موضوع المثبتات كمان هي لازم تخف شوي، خاصه اذا كان عندي الاجهاض لمره واحده. طيب دكتور، كمان بنسمع انه طبيعه النظام الغذائي بتاثر اليوم على الاجهاض، خلينا نوضح هي النقطه. هلا النمط الغذائي برجع باكد، اذا ما كان في عندي وزن زائد النمط الغذائي نادرا ما ياثر، يعني نادرا ما يكون له تاثيرات على الاجهاض. برجع باكد اغلب حالات الاجهاض، اغلب حالات الاجهاض لها علاقه بموضوع الخلل الصبغي عند الجنين، فلذلك نادرا ما يكون. كل شيء حالات ثانيه هي تعتبر حالات قليله كثير، يعني ذكرنا الامراض المزمنه، يعني اذا كانت تشوهات الرحم او خلينا نقول شذوذ في التهاب بطانه الرحم، هي الشغلات كلها او الاضداد او الخسارات، هي الحالات كلها هي حالات قليله. معظم اسباب الاجهاضات هي إجهاض يتعلق بخلل بهذا الجنين نفسه يعني. طيب دكتور، اليوم مثل ما في علاجيا، هل اليوم وقائيا السيدة اللي عندها حالات إسقاط متكررة، هل اليوم في نصائح وقائية لها يعني أنه ممكن تتخذها قبل الحمل أو لا؟ هلا فينا نتخذها، هلا بس خلينا نميز بين كلمتين، بين كلمة إجهاض بين كلمة إجهاض متكرر. نعم. هلا كلمة إجهاض أنا ذكرت لمرة واحدة لا داعي للتحاليل، لا داعي للأدوية، فقط نحتاج دعم وتسقيف طبي لهذه السيدة. هلا وقت صرت أنا بمصطلح إجهاض متكرر، نعم، معناته أنا هون قبل ما أبلش الحمل لازم أدخل في نظام تحاليل معينة لأكشف سبب هذا الإجهاض المتكرر. صحيح ممكن في كتير حالات ما بيطلع لي سبب، تمام، بس انا لازم ممكن يطلع لي اسباب لها علاقه بالاضداد مثل متلازمه اضداد فوسفوليبيد، العلاقه بالخسارات، هدول ممكن ياخذوا علاجات معينه قبل حدوث الحمل. فلذلك ضروري كثير نميز بين كلمه الاجهاض وبين كلمه الاجهاض المتكرر. الاجهاض المتكرر معناته انا دخلت في مصطلح طبي اخر، يجب ان استقصي مخبريا، ممكن احط العلاج المناسب او خلينا نقول الوقايه المناسبه، يعني من قبل حدوث الحمل او اثناء حدوث الحمل ممكن اعطي علاجات معينه اذا طلعت عندي شيء مؤشرات غريبه بالتحاليل اللي عملتها بحاله الاجهاض المتكرر. تمام دكتور، في حال صار مضاعفات بالاعراض كيف ممكن تتصرف اليوم المراه الحامل بالبيت قبل ما تتوجه للطبيب؟ اي عارض او اي مشكله ظهرت عندها كيف تتصرف سليميا قبل التوجه؟ هلا خلينا اقول موضوع الاجهاض بالذات وخاصه في بدايه الحمل اول 6-7 اسابيع نادرا ما تكون حاله اسعافيه، يعني حتى لو صار اجهاض ما بيحاج، راح يكون الاجهاض ممكن يصير بالمنزل، بينزل محصول الحمل كله بشكل كامل، يعني ما بيستدعي اي مراجعه للمشفى يعني. هلا وقت يكون الحمل بين 8 11 اسبوع 12 اسبوع صار اجهاض، هون حاله قد تكون شوي اشد وممكن يكون في عندي نزف شوي غريب
فلذلك هم مدة مراجعة مشفى أو الطبيب. أما قبل السبع أسابيع غالبا رح يكون الإجهاض هو إجهاض كامل، بينزل كله بشكل كامل ولا يستدعي أي إسعاف في هذه الحالة. أكيد دكتور، معلومات جدا مهمة ذكرتها حضرتك، ودائما منقول بالصحة والسلامة لجميع السيدات. شكرا لحضورك اليوم ويومك حلو. أكيد أكيد. بالختام نشكرك كثير الدكتور رفائيل عطلة اختصاصي بالأمراض النسائية والتوليد. أهلا وسهلا دكتور، نورتنا. أهلا وسهلا. إحنا مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وكالعادة كثير مهم نعرف كيف حيكون طقسنا هذا الأسبوع يا هايدي. يلا خلينا ننتقل مباشرة لاتصال هاتفي مع الأستاذ حسان الجردي لحتى نتعرف كيف عم تكون أحوال الطقس. صباح الخير أستاذ. صباح الخير، يسعد صباحك أستاذ حسان. خلينا نتعرف كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظاتنا السورية، خصوصا أنه بهي الفترة عم نشوف قدي الجو عم بيكون متقلب بين البرودة بالليل وبيكون حار خلال النهار. خلينا نوضح كيف عم تكون درجات الحرارة بمحافظاتنا السورية، هل لا. رح نشهد أي منخفضات بالأيام القادمة؟ أستاذ حسان صباح الخير. يسعد صباح بالنسبة للحالة الجوية السائدة والمتوقعة. هلأ نحن ضمن فعالية حالة عدم استقرار منخفض ضعيف إلى متوسط الفعالية، بيؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة. ذروه الانخفاض راح تكون نهار بكرة يوم الأحد. احتمالية الهطول المطري عم تكون فقط في الساحل السوري بالمدن الساحلية والمرتفعات الساحلية. فرصة حدوثها لليوم موجودة، ولكن بكرة تكون فرصة حدوثها أكثر وإمكانية الحدوث لبكرة أكثر من اليوم، مع غزارة بالهطل النهار بكرة بالساحل السوري بشكل بشكل عام. الأجواء عم تكون بين الصحوة والغائمة جزئيا بمختلف المناطق. درجات الحرارة رغم الانخفاض عم تكون أعلى من المعدل. اليوم أعلى من المعدل من 3 إلى 6 درجات، بكرة أعلى من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئوية. أجواء عم تكون أجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق والمدن السورية. بنلاحظ الانخفاض بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل أشهر من النهار، وتحديدا ليلة اليوم، ليلة السبت وليلة النهار بكرة يوم الأحد. يعني بشكل عام أجواء ربيعية دافئة، فرصة هطول مطري تحديدا بالساحل، انخفاض بدرجات الحرارة ولكن تبقى الحرارة أعلى من معدلاتها بأغلب المناطق والمدن السورية. والأجواء السليمية المغبرة بتضل موجودة وهي سيدة الموقف خلال هذه الفترة بالمناطق الشرقية والبادية والجزيرة السورية. الرياح عم تكون بشكل عام غربية إلى شمالية غربية بالخفيفة والمعتدلة، في هبات للرياح بتتجاوز ممكن 45 كيلومتر بالساعة بالمناطق الجنوبية والوسطى والساحلية نهار السبت وبكرة الأحد. تزيد فعالية الهبات وممكن توصل لل 65 كيلومتر بالساعة بالجنوبية والساحلية والوسطى. بكرة نشاط بالرياح بيكون أكثر من اليوم، وبتضل الرياح الغربية الشمالية الغربية هي السائدة خلال هذول اليومين. من نهار الاثنين حتى نهاية هذا الأسبوع بيرجع الاستقرار، بترجع الأجواء الربيعية المستقرة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة تمر حتى يبلغ ذروة ارتفاعه نهاية هذا الأسبوع، وتكون الأجواء تتحول من أجواء ربيعية دافئة إلى أجواء حارة نسبيا نهاية هذا الأسبوع، وحرارة ستكون أعلى من معدلاتها يوم الخميس القادم بأغلب المناطق والمدن السورية من 5 إلى 2 درجات مئوية. والأجواء بتكون صحوة بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية، كما تبقى الأجواء السليمية المغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية هي سيدة الموقف. البحر عم يكون لليوم وبكرة خفيف ومتوسط ارتفاع الموج، درجة حرارة مياه البحر عم تكون 23 درجة. بشكل عام يعني في تحذيرات فقط من النشاط بسرعة الرياح الغربية لليوم ولبكرة، وتتجاوز فيها سرعة الهبات 65 كيلومتر بالساعة تحديدا نهار بكرة بالجنوب وبالوسطى وبالساحل. ومن الأجواء الحارة نهاية هذا الأسبوع تحديدا أيام الأربعاء والخميس أو قادمين، تدني مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية بسبب الأجواء السديمية المغبرة. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 30-13، القنيطرة 24-11، القلمون المرتفعات الجبلية 21-10، درعا 30-14، السويداء 25-14، المنطقة الوسطى حمص 24-13، حماه 28-13، الحسكة منطقة الجزيرة 29-15، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 24-15، السهندال حلب وإدلب 27-11، دير الزور المنطقة الشرقية 30-16، الرقة 28-14، البادية مدينة تدمر 29-14.
هيدا كل شيء بالنسبه للاحوال الجويه، الانخفاض رح يكون لليوم ولبكره، ومن السنه حتى نهايه الاسبوع استقرار الحاله الجويه وارتفاع تدريجي بدرجه حراريه بارتفاعه نهايه الاسبوع. نعم شكرا لك استاذ حسان الجردي، ومثل ما سمعنا يا هادي حيكون في ارتفاع درجات حراره ضمن الاسبوع القادم. نحن اكيد مكملين معكم بباقي فقراتنا الصباحيه، ونحن هلا بلشنا بمرحله التجهيز والتهيئ لطلابنا بجميع المراحل، يعني خلينا نقول اسابيع قليله ورح تفصلنا عن الفحص النهائي. واليوم هذا الطالب اكيد بيكون مضغوط هو واهله، اكيد يعني دائما الاهل بيطمحوا انه ابنهم يحصل على اجمل واعلى النتائج. اليوم كيف قادر يركز هذا الطالب بالوقت المتبقي واستغل الوقت بالشكل الصحيح يا هايدي؟ صحيح رشل، هيك اليوم رح نتعرف اكثر على مفهوم النجاح الدراسي وطريقه الدراسه الصحيحه، خصوصا انه النجاح هو بحاجه لدافع كبير وحافز كثير كبير اليوم من الطلاب لحتى يوصلوا للشيء اللي بدهم اياه. اكيد كيف اليوم نحن نقدر ننظم وقتنا بالدراسه، كيف نحط جدول الدراسه، شو هي الاخطاء يلي ممكن تواجهنا؟ اكيد كل التوفيق لطلابنا بتحضيراتهم للامتحان اليوم. خصصنا هي الفقره لحتى نعطيكم نصائح، وضيفتنا صارت معنا ضمن الاستديو الاختصاصيه التربويه عزيزه نورسي. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. مثل ما كنا عم نقول، يعني خلينا نقول اسابيع بتبلش مرحله الانقطاع والتجهيز للفحص النهائي، هون بيزيد الضغط على الطالب، ان كان من منهاج اليوم ما فينا، يعني واقع اليوم في ضغط كثير كبير بالمنهاج، وبيرافقوا ضغط الاهل، بيرافقوا الضغط النفسي، بيرافقوا ايضا الوقت اللي بيهرب من الطالب، بحس بفجاه انه انا ما ضل عندي وقت لشيء. اليوم كيف قادرين نحن بالوقت المتبقي نجهز بالشكل الصح؟ تمام، يسعد صباحكم. صباح الخير، وانتم بخير، وانت بألف خير. مع اقتراب الامتحانات الانتقاليه والشهادات بنتمنى التوفيق لكل طلابنا. آمين. والنجاح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هلا نحن بالاول بالنسبه للطالب لازم هو يعرف ويكون مدرك انه انا ما عاد في مجال، اذا كنت عم مهمل بخلال السنه فهلا اجى مثل ما بيقولوا وقت الجد. لازم يحط برنامج، يكون هذا البرنامج متوافق مع قدرته. أنا مثلاً ما بحط 3 ساعات دراسة وأنا عارفان حالي ما بقدر ركز غير نص ساعة، يعني ما بدي أضحك على حالي إنه أنا أكون فاتح مثلاً كتاب وعأساس أنا عم بدرس وشارد، أو بنروح بنرجع أحياناً بتلاقي الأم أو الأب إنه لساتك على نفس الصفحة من ساعة. فهذا الشيء انه ما بده يكون عم يضحك على حاله الطالب. بالنسبه للاطفال الصغار انه اكيد الاهل انه لازم ينظموا لهم وقتهم، بالنسبه للطالب لازم يركز وينظم وقته ويحط برنامج. انا مثلا عندي ساعه نص ساعه بريك، ساعه نص ساعه بريك، وقت غدا وقت فطور. هذا الشيء لازم الطالب بيعرف قدراته وبيعرف انه هو قديش بيستوعب انه ما يضحك على حاله. في عندنا كثير شغله مهمه، النوم بكير والفاقه بكير. بنعرف دائما انه نحن بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بورك لامتي في بكورها. هلا بدنا نمثل مثلا انه الفلاح لما بيروح او حدا رايح يجني محصول، فلما يكون رايح بكير بتلاقي بيقطف وهو واقف بدون اي عناء، بدون اي جهد، سواء كان سنابل القمح او اي منتوج. بيجي اللي بعده بيحتاج لانه يمط حاله شوي، اللي بعده بده سلم، اللي بعده بيصير دور دواره وين الثمره اللي بدي انا اطفى. فدائما هي الفئه بكير بيكون عندنا نشاط بالذاكره، نشاط بالذهن، نشاط بالعقل، في قدره اكثر على انه الطفل والطالب يستوعب. ومثل دائما ما بيقولوا العقل السليم بالجسم السليم. بدي حافظ على نومي، على غذائي، بدي حافظ، بدي بعد عن الشغلات يلي هي بتوترني او بتلهيني. بعد الموبايل، انا مثلا ممكن صادر للطالب الموبايل اثناء الامتحان، قد ما كنا حريصين بده الطالب يلتهب الموبايل، بيقول بس شوف هي وبس هي بتلاقي اخذ نص ساعه ساعه. فبدي بعد عنه الشغلات يلي هي ممكن تلهيه، ممكن تاخذ من وقته. بدي هيئ له جو للدراسة، جو مكان هدوء. بدي بعد على الشغلات اللي بتوترني، يعني إذا كنت أنا طالب بدي بعد على الشغلات اللي بتوتر. بده يكون في أكيد مثل ما قلنا النوم السليم، الأكل الصحي والسليم، الجو المناسب للدراسة. بدي بعد عن الشغلات اللي بتوتر. بدي أعرف أنه أنا هاي الفقرات مثلا كنت هاملها وما كنت فهمانا خلال العام، بدي اسال هي الفقره ما فهمتها، ما عم استوعبها،
لو استعانت بأستاذ، بحدا أكبر مني يشرح ليها، برفيق، بصديق، بأستاذ، فلازم أنا أنه أفهم الشغلات الغامضة عندي. ما بدي وقف عند الشغلات يلي ما عم بستوعبها. هاي الفقرة أخذت معي ساعتين وثلاثة وما عم خلص نتركها، منروح للشغلات اللي أنا حافظها، بلا ما تروح الشغلات اللي حافظها بالأشياء اللي ويروح الوقت وينهدر. يمكن شوية وقت بتركز لحالة بالذاكرة تماما، ممكن هو يكون متوتر، يكون أنه الآن أنه أنا هي ما عم تنفهم معي، خلص تركها، برجع بشعر أنه لا دخلت ذاكرته بشكل. مثل ما بننصح الطالب لما بيبلش يوقف ويقرأ كل الأسئلة بنقول له لا على مهل، بلش بالسؤال الأول ذكرته كتبنا، صحيح، بعدين منبلش لأنه بيصير عنده صدمة، دماغ ما عاد تستوعب وبتروح من الذاكرة كل الأفكار. ما بوقف عند السؤال اللي ما بعرفه، خلص خلص بنتقل للسؤال اللي بعده بالتدريج. بالتدريج مو كلهم مع بعض، فهي يعني بعض النصائح إن شاء الله. كنا سويا دائما وصلنا أنه السؤال سؤال اللي بنعرفه و... أنا بقرأ الأسئلة كلها بشوفه الجسرين خلاص هو بيكون في عند الواحد هيك فضول أنه بدي أشوف أنه أنا بعرفه ما بعرفه. صحيح. بس هون بينصدم الطالب أو ممكن تروح كل المعلومات من ذاكرته. نعم. فهذا الشيء غلط. صحيح. طيب عزيزة، يعني كلنا بنعرف هي الفترة هي فترة مصيرية بحياة طلاب الشهادات، مثل طبعا ما ذكرتي هنون عطول متوترين، مشتتين، خايفين. خلينا نوضح أكثر، شو في طرق اليوم لحتى تساعد هدول الطلاب على التركيز والحفظ بطريقة أفضل بالدراسة ليكونوا منجزين أكثر؟ تمام. أول شيء مثل ما حكينا، بدي حط خطة، بدي نظم وقتي، بدي استعين بحدا بالأشياء اللي أنا مالي فهمانة مالي عرفانة، بدي نام بشكل منيح، بدي بعد عن الشغلات المحبطة العالم السلبية. نحن كمان بالنسبة للأهل لازم يوفروا لأولادهم الجو المناسب، ما يكون في ضجة، ما يكون في عجقة، بدنا نبعد عن المحبطات. يعني كمان ما أنا بدي أقول لأبني أنت عفوا فاشل، أنت ما بتفهم، فلان جاب أكثر منك، أخوك كان يدرس 10 ساعات، كذا كذا. لا لا لا، ما بدنا نعمل لا مقارنة مع غيره من الطلاب، ولا بدنا نوتره. صحيح نحن متوترين، ما بدنا ننقل هذا التوتر للطالب، فدائما لازم ياخذ قصة من الراحة، يلعب بعض التمارين الرياضية. إذا كان هو بيحب الموسيقى الهادئة، معلش يسمع موسيقى، يغير مكان دراسته، يدرس بالطريقة اللي بيحبها. يعني هلأ في عالم بتحب تدرس وهي عم تتمشى، في عالم بتحب تدرس وهي قاعدة، في عالم وهي مستلقية بتقلك أنا هيك بفهم. وشي كتير كتير مهم أنه أنا ساوي لحالي تيست أو اختبار، يعني أنا حفظت، ممكن أنه خلي حدا يسمع لي أو إجي اكتب مجموعة أسئلة وجاوب، شوف حالي، شوف فهمت، لوين وصلت، هل تركزت المعلومات بمخي بشكل جيد وصحيح، أو أنا عم محفظ على الفاضي. نعم. فهي الشغلة كتير كتير مهمة. أنا متى ما عرفت حالي أنه أنا خلصت هالفقرة، خلصت هذا الدرس، بنتقل للدرس اللي بعده. كيف بدي أعرف؟ أنه بعمل اختبار، سواء أنا خليت حدا يسمع لي، سواء حطيت أسئلة، سواء صرت راجع ذهنيا بذاكرتي. فهي كتير كمان شغلة مهمة. طيب كتير منسمع الطلاب بمرحلة تعليمية ما بيقولوا أنا فشلت دراسيا، أنا اليوم حدا فاشل دراسيا، هل رسوب سنة من السنوات تعتبر فشل دراسي، أو شو هو مفهوم الفشل الدراسي؟ تمام. هو الفشل الدراسي هو إحباط الطالب بمادة أو بمجموعة من المواد، وطبعا أكيد الرسوب لسنة ما يعتبر فشل، لأنه الإنسان بيحاول وبحاول. صحيح. ممكن تكون كان عنده ظروف قاهرة ما خلته أنه ينجح بهي السنة، مو معناته أنه هو فاشل. صحيح. فلازم يحاول ويرجع، مو أكيد مو سنة. شو يعني الفشل الدراسي؟ الفشل هو إحباط الطالب أو عدم قدرته على الوصول للحد الأدنى من العلامات يلي هي من إلا علامة النجاح. فهو ما حصل على هذا الحد الأدنى، فهو يعتبر أنه فشل مثلا بهذا العام، أو فشل بهي المادة بالرياضيات، بالعلوم مثلا، بالإنجليزي، بالفرنسي. فهذا هو الفشل الدراسي. طيب خلينا نحكي عن كيفية تنظيم الوقت اليوم الطلاب بدراستهم. اليوم بتلاقي في طلاب بأوقات كتير قليلة بتأنجز كتير من دراستها، بنفس الوقت لا طلاب العكس. خلينا نوضح اليوم قد ايه مهم كيفية إدارة الوقت وتنظيمه واستغلال كل ثانية فيه لحتى ينجز الطالب.
تمام. هلا نحن مثل ما حكينا انه اكيد لازم يحط خطه، لازم ينظم وقته، لازم ينام بكير، لازم يفيق بكير، لازم يتغذى بغذاء بشكل صحي، لازم يبعد عن الشغلات اللي بتلهيه، يبعد عن رفاق السوق، يبعد عن الموبايل، يبعد عن الضجه. وبنفس الوقت نحن بتلاقي مثلا بتقلك في طفل او طالب اخوات هاد جاب علامات ممتازه والثاني ما جاب مثلا، هون في عنا مجموعه بتأدي للفشل أو اللي بنقوله فشل دراسي، مجموعة أسباب خلينا نقول أو أسباب. نعم. في عنا أسباب عقلية، في طالب عنده ذكاء أكثر من طالب، صحيح، ممكن تكون وراثة، ممكن تكون مثلا في عنا أسباب جسمية، ممكن يكون هذا الطفل مريض عنده فقر دم شديد، عنده مثلا لا سمح الله وجع بالقلب، ممكن مثلا عنده ارتفاع حرارة، هي كلها بتأدي لفشل الدراسي، ما حيقدر يقوم ويدرس. في عنا أسباب مثلا نفسية، إنه هو بيخاف من الأستاذ الإنجليزي دايما بعيط عليه مثلا فرضنا، هو بيخاف من هاي المادة، مرة حفظ وحفكر حاله إنه هو رح يجيب علامة تامة ما جاب علامة تامة. فهي الأسباب نحن بس نعرف شو هي الأسباب منقدر نعالجها ومنعالجها واحدة واحدة. وأهم شيء أهم شيء الأسباب النفسية، نحن متى ما وفرنا الجو النفسي دائما ندعم أولادنا، دائما نعطيهم الكلمات الإيجابية مو السلبية، تحفيز دائما تحفيز، ما نذكر كلمة فاشل، أنت كسلان، أنت كذا، أنت مو منيح. في عنا أسباب اجتماعية، أسباب نعم. الاجتماعية مثلا في عائلات أنه هي بتحب طفلة أنه أو ابنها يصير مثلا نجار حداد، ياخذ مهنة أبوه، ياخذ صنعة أبوه، ياخذ صنعة خاله، ما بيحبوا الجو الدراسي. فهون هي بتكون سبب من الأسباب، أو حتى بجوز مو الأهل، الأهل بجوز يكون الأب دكتور بس الابن ما بيحب الدراسة، هو بيحب يطلع مثلا نجار حداد. فهي الأسباب نحن متى ما عرفنا شو الأسباب بنعرف نحن كيف طريقة علاجها. طيب حضرتك ذكرتي كثير من الأسباب الفشل الدراسي اللي ممكن يصاب في الشاب أو الصبي. اليوم خلينا نروح هلا نحكي عن المحيط ودوره الإيجابي اليوم، خلينا نقول بترميم هذا الطالب إن كان نفسيا كان اجتماعيا، قد اليوم مهم الأهل، قد مهم اليوم المحيط بشكل عام لنخفف من أسباب الفشل الدراسي. تمام. اكيد اكيد الاهل لهم الدور الاكبر وخاصه بالعمر الصغير، يعني بتقولي كبير هذا بيعرف مصلحته، بس الطفل الصغير ما بيعرف مصلحته، ما بيعرف حاله انه هو بعدين ما حيلحق. فدائما نحن لازم نتابع اولادنا بدون ضغط، نتابعهم نشوف انه انت كل يوم بيومه، ما نخلي تتراكم هي القصص الدراسيه الشغلات اللي مو فهمانه، دائما نساله انت فهمان هاي الفقره، فهمان هاي القصه. نحن لازم دائما يكون في متابعه مثل ما قلت بدون ضغط، بدون توتر، بدون مقارنة، بدون تهديد، بدون وعيد، بالعكس دائما نحكي الشغلات الإيجابية. إن شاء الله بكرة رح تدرس وتصير دكتور، تصير محامي. بدنا نعرف شو ميول الطالب، شو ميول الطفل، ودائما نحسه على التشجيع. يعني مثلا نحن هلأ بوقت امتحانات مثلا الأهل ما يستقبلوا ضيوف، يعني صدقا ما نخلي صوت التلفزيون عالي، ما يكون في شجار بين الأهل، بين الأم، بين الأب، هي كلها شغلات بتأثر على الطالب وبتأثر على الطفل. نعم. لأنه بدها توتره، ما ننقل توترنا للطفل، ما ننقله للطالب، بالعكس دائما نكون عم نشجعه، عم نحفزه، عم نشوف هو بشو مقصر، عم نراقبه من بعيد لبعيد. هو بيقول لك مثلا احيانا بعثوا لي الوظيفه على الموبايل، بدي اشوف انه هي خلص وقت الوظيفه ولا قاعد عم يتلهى على الموبايل، عم يحكي مع رفيقه ولا عم يحكي بشيء بالدراسه. فهي كلها شغلات اكيد الى الاهل دور كبير فيها. حتى كمان من أسباب الفشل الدراسي بتلاقي اعتماد نسبة من الطلاب على الملاحظات، عفوا اللي بتكون هيك الملخصات اللي بتكون موجودة اليوم لمختلف المواد، بتلاقيهم بيلجأوا لهي الملخصات خلص لاختلافها لحتى يعتمدوا عليها بطريقة دراستهم. بيقولوا لك مثلا انه هذا الملخص ممكن يجيب لك علامة عالية، هذا الملخص بيفيدك. قد ايه هذا الشيء غلط وقد ايه ما لازم نعتمد عليه؟ هلأ نحن ما فينا نقول إنه هو غلط وما فينا نقول إنه هو صح. الطالب بده يكون دارس من الكتاب وبالآخر مثل ما يعمل مراجعة. ملخص يعمل مراجعة صحيح. مو غلط إنه هو بعد ما درس درس من الكتاب أو من الدفتر أو من النوطة اللي من إلا النوطة، ممكن أنا أحمل هاي الملخصات وشوف حالي، شوف أنا شو حفظت، أسأل حالي هاي الأسئلة. فهي مو غلط أسئلة الامتحانات السابقة، أسئلة المذاكرات، الشغلات اللي قلنا عنها الأستاذ إنه هي مهمة، هي لا تعتبر غلط إنه أنا بس غلط إني أعتمد عليها فقط بشكل كلي، لأنه هي عبارة عن ملخص، والملخص أحيانا بيكون حامل الأفكار
مجاري رئيسية بس مو حامل الشرح، وأحيانا بيجي من الشرح تعليل أو سؤال، فهم بكون أنا ضيعت على حالي علامة أو فرصة بالدراسة. طيب خلينا نروح للأهل وهيك بعض الأفكار نعطيهم اليوم للأهالي، خلينا شوي خففوا هاي الستريس زيادة على اللزوم. يعني اليوم أنا كيف قادرة هيئ طفلي أو نهيئ الشاب أو الصبية اليوم لدخول الامتحانات، خلينا نقول بنفسية شوي يعني مقبولة ماشي الحال؟ تمام. أول شيء نحن بدنا نروق، يعني نحن صعبة يعني نحن بدنا نحاول نبين قدامهم أنه نحن مثلا ما لنا متوترين، انه دائما نحفزهم نعطيهم شيء ايجابي ان شاء الله باذن الله رح تنجح ان شاء الله، يعني لكل مجتهد نصيب من جد وجد، يعني نعطيهم هي الطاقه الايجابيه دائما مع متابعتهم، مع خلق الجو المناسب للدراسه، الغذاء اللي بدنا نامنه، الاغذيه الصحيه، الاغذيه اللي بتساعد على الذكاء اللي بتنمي الذاكره، مثلا الاطفال بيحبوا الشوكولا كثير مفيده ومنيحه، نبعد الكبار عن الشغلات اللي الكافيين اللي فيها هيك بتساوي توتر، بيقولوا انه القهوه منيحه، لا انا بس شربت فنجان الثاني خلص صار بقى في ضرر، بعض الاكلات مثلا بيقولوا وقت الامتحان مثلا ما لازم ياكل فول، الفول صحيح. بيعمل شوي بلاده ذهنيه، فيتامين سي، عصير برتقال، فواكه، يعني نحاول قدر الامكان انه نامن لهم غذاء صحي، نوم صحي، الفئه بكير، ما نعمل مشاكل، ما دائما نذكرهم بانه هن مثلا مهملين او فاشلين، لا بنحاول قدر المستطاع نرمم قد ما بنقدر، اللي راح راح، ما نركز على الشغلات اللي هو ما له فهمانه ما له حافظه، لا يلا بنسمع بنساعده بالتسميع، منساعده بالحفظ، منساعده بالمراجعة، منأمن له أستاذ إذا أمكن وإذا كان في شيء ما له فهمانه أو ما له دارسه، وإن شاء الله التوفيق للجميع بإذن الله. إن شاء الله يا رب. بالختام بدنا نشكرك كثير، معلوماتك كثير مهمة، إن شاء الله يا رب يكون كل يلي تابعونا استفادوا من كلام حضرتك، وكل التوفيق والنجاح لطلابنا. شكرا كثير لك الاختصاصية التربوية عزيزة نورسي، نورتينا. العفو، إن شاء الله يا رب التوفيق لكل طلابنا. إن شاء الله يا رب. آمين، وجبران الخاطر للأهالي. شكرا لحضورك اليوم، اتمنى لك هيك يوم حلو، ودائما بنقول يا رب تجبر خواطر الطلاب وهيك تعب اهاليهم. شكرا لك، اهلا وسهلا بحضرتك. مكملين رشا بمشوارنا الصباحي، رح ننتقل مباشره للتقرير التالي بحمص، واكيد ضمن مسابقه يوم المسرح العالمي التي تقيمها وزاره التربيه، قدمت دائره المسرح المدرسي في مديريه تربيه حمص مسرحيه سهره مع ابي خليل القباني، وذلك على خشبه مسرح الزهراوي وبحضور فعاليات رسمية وشعبية. نتابع تفاصيل أكثر مشاهدينا بالمادة التالية وراجعين. ضمن مسابقة يوم المسرح العالمي التي تقيمها وزارة التربية، قدمت دائرة المسرح المدرسي في مديرية تربية حمص مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني، وذلك على خشبة مسرح الزهراوي وبحضور فعاليات رسمية وشعبية. يعتبر المسرح هو بوابة لنقل الحضارة والتراث للمجتمع، ويعتبر من أهم الروافد لإنشاء جيل واعي مثقف لنقل هذه الحضارة التي نتمتع بها ويتمتع فيها قطرنا الحبيب. بوزارة التربية أخذنا زمام المبادرة لأنه نعمل احتفالية كمان خاصة بالمسرح المدرسي لوزارة التربية، وانطلقت هي المسابقة اللي هلأ السنة نحن بنسختها الخامسة. العنوان العريض للمسابقة السنة مسرح سوري، هو تكريم للكتاب والأدباء اللي أثروا المسرح بنصوص جميلة اليوم. العمل المسرحي شارك فيه عدد من الطلاب الموهوبين من مختلف مدارس المحافظة. قوم بأداء الأدوار التمثيلية والرقصات الفنون الشعبية طلابنا من مدارس محافظة حمص وريفها، وهم من الطلاب الموهوبين الذين تم تدريبهم في صالات المسرح المدرسي خلال العام الدراسي. طبعا الهدف تنميم مواهبهم وتقوية شخصية الطلاب. مسرحية هي بتحكي عن أبي خليل القباني ومحاولته لإنشاء مسرح، وأن الشيخ سعيد الغبرة كان ضد هذا الفكر وكان يحاربه ويقوم بالهجوم على مسرحه بشكل دائم إلى أن اضطره للتوقف. دور القباني هو عبارة عن دور شخص مناضل، شخص فكريا عميق جدا، بدي يوصل رسالته شو ما كانت الظروف. تعرض لكتير مواقف محزنة وتعيسة، بس رغم هيك كمل واستمر لحتى وصل رسالته، واللي هلأ نحن بفضله
عم نشتغل بالمسارح ونوصل رسالات إسا أكثر. مسابقة هذا العام تأتي بهدف تكريم الكتاب السوريين المسرحيين وتأكيدا على دور المسرح المدرسي في تنمية مواهب الطلاب وإنشاء جيل واع ومثقف. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. وبنهاية صباحنا اليوم رح نروح لحنا وأنتو نتعرف على صبية قدرت توظف موهبتها وأبدعها بقطع جمالية، وكان أكيد للخيال الإبداعي لمسة كتير حلوة ضمن الأشكال اللي رح نشوفها اليوم بفقرتنا. هو مشروع صغير ومردود مادي أكيد لإلها ولناس كتير بالفترة الأخيرة يا هايدي. صحيحين، مشاريع صغيرة، مشاريع الهاند ميد كتير مهمة اليوم، عم تعكس إبداع الشباب السوري. مشروع ضيفتنا لليوم هو مشروع عن الشموع باختلاف أنواعها، وإلى أكيد روائح حلوة هنتعرف عليه وعلى أشكاله، وهي المشاريع عم تحقق يمكن مردود كتير مادي لصاحبة المشروع. هنتعرف أكثر مشاهدينا عليه، على هذا المشروع وعلى طريقة صناعة الشموع وطريقة رحلتها بهذا المشروع. رحبوا معي بضيفتنا السيدة غدير اللحام. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا غدير. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية بنقلك يعطيك ألف عافية على هاي الفكرة اللي بلشت. أكيد هي كفكرة رحتي لأتجاه تجربة، واليوم هي مشروعك الخاص ومردود لحضرتك. يعني نحكي عن، عارفين عنك أكثر، عن بداية عملك بهذا المشروع والخطوات. هلا بشتغل بصناعة الشمع، مدربة وبعلم بهذا المجال، بدأته من 5 سنوات ومستمرة فيه. قديش إليك؟ 5 سنوات. تمام، 5 سنوات مدة منيحة رشا. من 5 سنوات لهلأ شو الجديد اللي صار بمشروعك؟ هلا اكيد البدايه كانت صغيره، والتسويق كمان كان رحله صغيره يعني، وكبرتها بالاستمرار والمحاوله اكثر رغم كل الصعوبات اللي عم نمرق فيها. اكيد اليوم صعوبات موجوده بكل مشاريع مشروع. واليوم مثل ما بيقولوا القوه لصاحب المشروع اللي بيقدر يتجاوز هي الصعوبات. خلينا نروح غدير نحكي هيك. اليوم غدير جابت لنا هيك شويه قطع ناعمه شمو حلو، فستان اليوم باربي. طيب نحكي عن آلية العمل اليوم. هل انت بحاجه لقالب قوالب خاصه؟ شو المواد اللي تستخدميها؟ قديش بدها وقت لحتى تكون بهذا الشكل؟ وأكيد ساعات التجفيف. هلأ الآلية كتير سهلة عم تكون وبسيطة، هي صهر شمع وإضافة مواد أصبغة وعطور، وعم تكون ضمن قوالب سيليكون عم ناخدها من الأسواق أو نوصي عليها من الشين مثلا، لأنه عم نلاقي صعوبة بتأمينها هون بالبلد. تطبخوا الشمع طبخ؟ نطبخ طبخ صهر. حكينا هيك، حطينا بالجو علمينا ما تحبينا. هلأ هو كتير سهل، طريقته بسيطة. بنصهر الشمع على الغاز أو بحمام مائي ومنضف العطر وأصبغة. إذا كنت حابة ديف ورد مجفف، حابة ديف قصب، أي شيء يعني بقدر أنا حط لمستي فيه ضمن القالب فيني أعمله. طيب حتى كمان غير الفستان شفنا فيه أحرف، هدول الأحرف يمكن اليوم بتستهوي كثير من الأشخاص لتستخدمهم كأسماء. تماماً. خلينا نوضح كمان عن طريقة صناعتهم وطريقة الطلب عليهم. طريقة كثير سهلة، كمان بتكون ضمن قوالب سيليكون وطلب عليهم كثير، يعني في ناس بتاخذها توزيعات لبيبي، توزيعات لأعراس، مناسبات. طيب اليوم وقت اي موديل حضرتك بتشتغلي عليه؟ عم تروحي لي النت، عم تتابعي الصفحات اليوم؟ تماما. شو اهم الموديلات؟ واكيد اليوم مفروض يكون لغدير بصمه خاصه بكل شغل لها، يعني تنعرف هاي القطعه انه هاي القطعه شغل غدير. تمام. هلا اكيد بضلي عم تابع النت عشان اخذ افكار، وفي زبائن كمان هي بتضيف لك فكره انا كمان بضيفها لمجموعتي وبقدر اني اسوق عليها. هلا في افكار كثيره اليوم بهيدا المجال، بس قديه مهم نحن نختار الشيء اللي بيفيدنا اليوم بحياتنا اليوميه، اللي بتعرفي انه هذا الغرض عليه كثير طلب اليوم من الناس لحتى تقدري تشتغلي عليه. هلا اكيد نتابع الترندات تبع النت، اهتمامات انه اكثر شيء الطلب عليه هو بحاول اني ساوي امنه، مثل البابلز كثير درجات كمان اني بقدر اني ساويها. تمام.
عم هيك نشوف، عم حاول اني اجمع لك من كل من كل موديل شغلين نشوفهم هيك شوي على الكاميرا. يمكن هدول القصص بيعذبوا كونهم ناعمين او لا؟ خلص قوالبهم جاهزه؟ لا قوالب يعني جاهزه بتكون، في القوالب الصغيره، القوالب الوسط، القوالب الكبيره. طيب قد ايه بتضاين لحتى تطفي؟ بدها وقت. جرب معكم، جرب معكم قدها بدها وقت. طيب غدير، اليوم حضرتك عم تقولي انه انت مدربه وكوتش بتعليم صناعه الشومو، هي رحله لحال غير الصناعه وغير التسويق، خلينا نضوي على هي الفريق اللي معك وكيف بتشتغلي عليهم. هلا بدايه انا عملت دوره تي او تي وظفتها بصناعه الشمع، انطلقت من فريق بيورسيلف التدريب الالكتروني، دربت اونلاين ومن بعدها انطلقت للأمانة السورية ومنها قدرت أني وصل لأكبر عدد من المتدربين. صحيح. طيب اليوم أي حدا بده يفتح مشروعه بتلاقيه بيواجه بالبدايات تحديات أو صعوبات خلال تنفيذ هيدا المشروع، شو هي الصعوبات اللي واجهتك اليوم خلال هيدا المشروع وقدرتي أنت تتغلبي عليها وتستفيدي منها؟ هلا أول شيء تأمين القوالب كان بالنسبة لي شوي صعب، من بعدها تسويق كمان قدرت أتخطاها، عملت فريق عالنت وقدرت سوق من خلاله وكبرت اسم صفحتي على الفيسبوك على الانستا. والمواد الأولية يعني كثير بنشوف نحن أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، يعني دائما ضمن صباحاتنا بنحكي ومدردش بنحكي عن مشاريع، يعني بيقولوا لنا دائما إنه عندهم مشكلة بغلاء المواد الأولية، يمكن اليوم وقت بتجيبي المادة الأولية غالية أنت مضطرة اليوم تبيعي بسعر غالي كرمال توازني بين السعرين، يعني إنه السوق عم يكون كل يوم سعر، بس بنحاول إنه نتداركها قدر الاستطاعة. عم شوف كاسه يا هايدي كمان حتى اليوم مستخدمي البلور، وقت اللي بتصبي الشمع بتصبيه بيكون سائل سخن، سائل سخن بس من صبع مراحل مشان ما يصير عندي كسر او بالقزاز، يعني حتى ممكن ان تدخلي انت اسماء او شيء بقلب الكاسه حسب طلب الصبايا. تمام. يعني الشمع بتكون شو اكثر شيء الناس بتحبه؟ هلا في ناس بتحب الاسماء اكثر شيء، عم يكون عندي طلب عليها، الناس بتحب المجسمات، في ناس بتحب القطع الصغيره، في ناس عم تاخذ معطرات الخزن كمان بنعملها فوندون، كمان عليها طلب كثير. كمان يمكن لما نحكي عن الشمع اول شيء كمان نحكي عنه هو الروائح الحلوه اللي بتكون في الالوان المختلفه اللي بتكون موجوده، خلينا نوضح هذا الموضوع. كمان الالوان هي في بعلم الطاقه كمان العالم بتستهويها، انه مثلا اللون الابيض بيدل على السكينه والهدوء، اللون الاحمر بيدل على الاثاره، في كثير عالم بتستهوي هي الاساس، حتى الروائح بتجي جذابه بتجي روائح ضايجه كمان. هي عم نشوف بعد الصور لشغلك غدير اليوم. خلينا نرجع شوي لموضوع التسويق. اليوم اذا بننزل على السوق بننزل على البازارات بنلاقي خلينا نقول ستاندات كامله لصناعه الشموع، وكل ستاند خلينا نقول في شيء مميز بيميزه عن الشغل، حتى لو اليوم تشابهت القطعتين يعني اليوم تمام. في منافسه كثير قويه بالسوق اليوم لحتى تقدري انت يكون لك اسم ضمن هذا المجال، مفروض يكون لك بصمة جدا مهمة. اليوم على شو بتحافظي غدير أكثر شيء، يعني أو على شو بتسعي أكثر شيء؟ جمالية القطعة والسعر المناسب إنه يكون منطقي لكل العالم تقدر تاخده. طيب قد بدك وقت لحتى تنجزي القطعة؟ تقريبا شيء ربع ساعة. ربع ساعة مو وقت كتير. تمام. طيب خلينا نروح لتسويق آخر ولكن مو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي، روح للمعارض والبازارات. اليوم خلينا نقول كمان هو باب لك لحضرتك ولا ناس كتير لعرض منتجاتها للتسويق بشكل مباشر، مو خلينا نقول على السوشيال ميديا أو الفيس، والناس اليوم بصير في ثقة أكتر. يعني اليوم أنا وقت اللي بشوف غدير ببازار وعم تعرض قطعة وصار في ثقة بهذا المنتج بصير وصيكي من دون ما ارجع لك، لانه اليوم الناس وقعت ضحيه التسوق الالكتروني. يعني قد ايه اليوم مهمه المعارض والبازارات وشو قدمت لك شو اضفت لك؟ هلا كثير مهمه، وقدمت لي يعني المحاوله انه اقدر اكررها كل مره عم انزل وشارك على طول يعني بشكل مستمر. تمام. قبل ما نبدا مع حضرتك خبرتينا انه عندك مشروع للخياطه، خبرينا اكثر عن هيدا المشروع، عن الخطط اللي عم تفكري فيها لقدام. هلا بلشت من 4 شهور عن طريق الامانه السوريه، دربت هنيك
بلشت فورا بالشغل، عملت ورشة صغيرة وعم بنطلق منها وعم بعمل قصات للسوق وبعمل تواصي. شو القصات يعني اليوم اتجهت غدير نسائي أطفال رجال؟ فساتين بناتي أطفال لأعمار محددة؟ يعني بنعمل السنتين للثمان سنين. يعني أنت عندك ميول لهي القصة دائما حتى لو نحن سوينا كورسات إذا ما كنا نحب القصة فبيكون يعني ما كتير بننجح بالقصة. لا هي موهبة يعني، موهبة يعني اكتشفتها من فترة. جربتي حالك بموديل بكذا؟ كذا يا ريتك جبتي كلنا هيك. حبيتي القصه يعني؟ ايه كثير ممتعه. واي لقيتي افضل اليوم، الشمع، صناعه الشمع والشغل فيهم ام لا الخياطه؟ لانه هلا في فرق بيناتهم. هلا الاثنتين انا كثير بحبهم بس يعني الوضع هذا الراهن بيلزموا الخياطه. الخياطه كمردود مادي اليوم عم نحكي على مشروع متوسط وصغير اليوم. هاي المكنه حتى في ناس كثير يعني في اسر كثير عم بتعيش وعم تكون باب رزقها هاي المكنه، ودائما حتى الخياط هو فنان بالنهايه يعني يعني القصتين داخلين على بعضهم بجوز ما كتير تتعذبي. اليوم طموحك المستقبل بكره شو حابه تعملي؟ هلا حابه لوين حابه توصلي؟ حابه اوصل لورشه كتير كبيره بالخياطه واقدر اني يعني اوصل منها كل اهدافي وحلمي، وطبعا ما بترك الشمع لانه هو البدايه يعني، واعمل هيك براند خاص فيني اكثر ان شاء الله. نحن بنتمنى نشوف هذا البراند لك غدير ولكل الناس اليوم اللي بالسنوات الماضيه كان لهم بصمه كثير حلوه بموضوع المشاريع الصغيره. دائما نحن بنضوي على هي القصه كرمال ناس تعرف انه في ابواب رزق كثير. اليوم نحن الوضع الاقتصادي هو عام على الناس، ولكن اليوم الشباب لهم افكار كثير مهمه لحتى يقدروا يطلعوا مصاريفهم، وخاصه اليوم طلاب الجامعه يعني. تماما. طيب بالختام سريعا خلينا غدير نعرف شو هي نصيحتك اليوم لكل صبية أو لكل سيدة حابة تفتح مشروع الخاص، وإذا فينا نقول مشروع الشموع، شو هي بحاجة؟ هي بحاجة للاستمرار وما تيأس أبدا رغم كل هاي الظروف اللي عم نمرق فيها ونضل نحاول. وأكيد اليوم المحيط الداعم هو أساس بنجاح غدير ونجاح أي أكيد. شاب وصبية بمشروعهم الخاص، فأكيد اليوم كان عندك محيط إيجابي عم يدعم هذا الشغل. اليوم حتى سلبيا اليوم أنت استفدتي يمكن وقت أي ملاحظات حاولتي تصححي؟ طبعا نشتغل ونصحح فيها ونحاول أنه استفدتي منها. طبعا نحن أكيد نتمنى لك كل الإيجابية والتوفيق بمسيرتك إن كان على المستوى المشروع الشموع أو على الخياطة. وشكرا غدير لحضرتك وإن شاء الله هيك نلتقى بصباحات ثانية تكون جابتي لنا أفكار جديدة إن شاء الله. تعالى شكرا لك غدير وأكيد كل توفيق ونجاح بمشروعك الخاص. أهلا وسهلا. أهلا بك. شكرا لك. لهون هايدي نحن وصلنا لنهاية صباحنا. شكرا لك هايدي. شكرا لكل الفريق الفني اللي رافقنا بالكنترول والمصورين عمار وماهر. شكرا لكم، وأكيد صبايا وشباب متواجدين بالكنترول ساعة صباحكم ويعطيكم ألف عافية. بقيت نهار حلو لكم مع كل حدا بتحبوه والرزق الكريمة وراحة البال. كونوا بخير. باي باي. وأكيد نشكر كل حدا تابعنا بصباحنا غير لليوم، وموعدنا بكرة بيتجدد معكم بنفس التوقيت. ومن هلأ لبكرة تبقوا بخير. باي باي.